أهلا بكم عن جديد. وأكيد شفنا خلال الأسبوع الماضي وخلال الثلج والأجواء الماطرة والشتوية بامتياز صور جميلة جدا يعني، وشفنا يعني كانت صور أشبه بلوحات فنية من إبداع الخالق طبعا أكيد. ومندوبي طقس العرب أيضا شاركونا بصور جميلة جدا. رح نستعرض معكم فيديو نشوف أبرز مشاركاتكم، وكانت هذه المشاركات عبر تطبيق طقس العرب وعبر منصة أو خاصية أنت الراصد. إذا كل متابعينا متابعين طقس العرب الآن بدأت تساقط الثلوج في المرتفعات الطويلة، ونحن هسه على ارتفاع تقريبا 1300 متر. يسعد صباحكم شباب، هاي الآن ثلوج غزيرة ما زالت. منطقة ترتفع 900 متر، بداية التراكم